شكرا لكم لانكم متعتونا في نهائي ستاند اب، شكرا لانكم امنتوا بالاحلام ديالكم وما استسلمتوش وجيتوا وقدمتوا افضل ما عندكم. تحياتي للجنه تحكيم البرنامج، شكرا لانكم في كل مره المهمه ما كانش سهل عليكم باش تختاروا المتاهلين. مشاهدينا الكرام، لحظات قليله كتفصلنا باش نتعرفوا على اسم الفائز بلقب ستاند اب لهذه السنه. نرحبوا بالاستاذه خديجه دكداك ممثله مكتب الاستاذه مريم زيان بن فقيه. تصفيقاتكم استقبلوها. مساء الخير لاله، مرحبا، شكرا على حضورك معنا. برفقتك غادي نتعرفوا على اسم الفائز لهذه السنه. الجمهور صوت واختار شكون غادي يفوز بلقب ستاند اب الموسم السادس. احنا في بث مباشر على القناة الأولى. جاو كتار هاد السنة، كل واحد وأحلامه، وكل واحد منهم كان عنده الهدف أنه يكون الفائز ويحصل على جائزة كتبلغ القيمة ديالها 20 مليون. أستاذة ما نطولوش على المشاهدين، الضغط قوي، ما نطوليش أيضا على المواهب الكوميديان تعرفوا على الفائز بهذا الموسم. إذا كان ممكن مشاهدينا الكرام، الفائز بلقب ستاند اب الموسم السادس، وانتم اللي اختاريتوه بالتصويت ديالكم، الفائز عبد المنعم سفوري. مع الاسف كنا بغينا نبيل كريمي. شكرا لكم. شكرا لكم.